البل ايه من جد وعد اي بل هذه البي طعمرك مبطي مبطي اول ما خذ منها طعمرك حياه خالد بن عبد العزيز جعلها الجنه عاد فلوس هم يقولون حجر انا ما وعد له التب خذها خالد جعلها الجنه بن عبد العزيز خذ منها طعمرك قطع ثنتين ثم خذ واحده ثم خذ حياة خالد البل شددها على كيف بغيتها 40 بغيتها 30 بعدها 20 على كيف رأيه وعلى الأرض بعضها يعني الأرض مهبة فيها شيء ويقطعونه وبعضها لا والله غير مرعوني الله إلا جينا فيحة وهم جينا فيحة عيننا طيب وقمنا من حول شهرين وحنا فيحة لا والله يا أخي ما ملينا إلا نستأنس بتعبها نستأنس بتعبها يا أخي هذا عطي الرحمن عطى من رب العالمين وفيها آية بعد رب العالمين هل تنظر الإبل كيف خلقت هذه آية وعلى ما قالوا وكل الحين إخواننا جزاهم الله خير اللي ما عندهم حلال هم المخيمين تفرجوا في الحلال وتفرجوا في الأرض سبحانه جل جلاله اللي حط الزهور والأنهار ما ضمناها إلا لكم شرواكم حليبها حالبها ونذبح ولدها أبشرك الألوان كلها عطي الرحمن ونحبها كلها خلك حنا ابننا مجاهين ابننا مجهيب ونحب المجهيب وعطايا الرحمن كلها تلحب زمان مستعدين باذن الله ان شاء الله الواحد الاحد الصياحه لازم زمان نشارك فيها باذن الله ان الله سبحانه جل جلال وفق في الثلاث ويمكن الاربعين بعد المهم نشوف من القوه ومن استعدادنا يمكن نلحق عليها احنا بالشمال طال عمرك في امن وامان ما احنا خايفين الا من رب العالمين بلا من اللي احنا فيه هذا كنز ونعمة الحربي والعتيبي والمري والمهم اليامي كله مري والعجمي ويام كله والبقومي والمسلمين اللي عديت واللي ما عديت اخوان والله بعضهم انها غلط من بعض من لحم الرجال اخوه ادعم ما هو رب العالمين والامان اللي احنا عايشين فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ولعهده لمين محمد بن سلمان طول الله في اعمارهم والله يعطيهم الصحه والعافية هذه نعمة وخير وربيع الرجال ما هو بذل الا من ويش ما هو بذل من شيء الا يكون شيء ياتيه من رب العالمين مرض ولا غير امن يمشي الرجال في موتره ويخلي موتره يسوقها فيه من لا من لا احنا فيه خلى من لوط عمرك يغار على الرجال يهم يذبح ويخلي عويله يتامى ثم تاخذ بعده قدام عبد العزيز والله سبحانه جل جلاله اللي جاب عبد العزيز الله يجعلها الجنه ويطول في عمر عياله الباقين ولا من اللي احنا عايشين فيه.